الجمع إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر. فالجمع في السفر، السفر علة في الجمع، ما دام أنه مسافر له أن يجمع. وفي الحضر علة الجمع في الحضر العذر، فإذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة ظاهرة فإنه يصير إلى الجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته.